كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. جيت اليوم نشارك معكم الدجاج كالعادة. مهم نفس الطريقة إلا فيها شوية الاختلاف. هاد المرة غادي نديرو في الفران، كيجي رائع البنات في هاد الصهد هذا. يعني صافي بنادم ما يقدرش ياكل المرقة وداك الشيء، وباش حتى الدراري الصغار ياكلوا شوية الخضرة، وكيجي خفيف صدقوني البنات رائع، غي جربوه. المهم كنفرشو، كنديرو جوج بصلات كبارين، كنفرشهم في الطاوه وكندير عليها الدجاج. المهم الدجاج كالعاده كتغسلوه مزيان، تنقيوه مع كتنقيوه مهم مزيان مع الملحه وشويه تسكين جبير والاخر الخل. صافي كتنقيوه مزيان، ملي كتكملوه كتقطروه وكتشرملوه، كديرو شويه البصله شويه الثومه، الا عندكم بودره ديروا بودره، حتى الفخيش مزيانه، كديروا سكين جبير، خرقوم، الابزار، شويه الكمون، شويه التحميره، وكديروا الهريسه البنات. الهريسه البنات كنصحكم انكم ديروا الهريسه ديال مول الزيتون، كتجي البنات اش غنقول لكم رائعه في الدجاج في اي حاجه. كنصحكم بالهريسه ديال مول الدجاج مول الزيتون، كتجي رائعه ورخيصه. يعني كتشري 10 دراهم 5 دراهم على حساب، تقدري تشري بزاف وتخبعيها في الكونجيلاتور، ولكن انا كنفضل انني ناكل حاجه فخيش. يعني كنشري 5 دراهم، يعني فيه البركه مزيانه، كتقضى كنجيب عاود، كتعجبني كنديرها في شي حاجه هكا ديال الزاج، كنديرها في الاخر في النبيره وصافي. المهم البنات، وكديروا القزبور معدنوس، صافي واقيله قلت لكم كلشي، وصلصه صويا. والبنات الا بغيتوا الدجاج يجيكم فتي فتي فتي، ديروا فيه معلقه ولا جوج ديال دانون مسوس، كيجي رائع. ورقدوه خليه شويه يرقد. اليوم زدت فيه واحد الحاجه، ازير يابس، خديت غير بعض هكا ديال الاخر وحكيتهم في يدي وديرتهم عليه الفوق، درت لهم فوق، كيجي رائع. صافي كتدخلوه الفران، كتغطيوه تدخلوه الفران، ما ديرو كاع قطره الماء لا، خلوه يتعسل في البصله. صافي كتنقصوا عليه تخليوه يتعسل، خميتيه وزيدوا عليه شويه الزبيب. صافي البنات، مهم غير جربوه كيجي رائع. ها نتوما البنات، دابا غنوجدو الاخر. دابا درت البطاطا، شرملتها، درت فيها الملحه، الابزار، وشويه د الهريسه، والثومه بودره، ومعدنوس، والقزبر. شرملتها مزيان، وشويه د زيت الزيتون والملحه. مهم درت هاد صوص ستار. مهم الا بغيتو اختياري، الا بغيتي ديرو فيها، درت غير في البطاطا، ولكن درت منها هاد شويه، كتجي رائعه، بحال عندها المذاق بحال الشوا. احقا كنديرو شويه د الكمون. صافي نفس الشيء كنديرو الاخر، نفس الشيء كنديرو الخضره كامله. المهم كنديرو شويه د زيت الزيتون، شويه د الملحه، شويه د الكمون، شويه د الابزار، والهريسه، وقزبر ومعدنوس، وشويه د الثوم بودره. صافي كنمشيو عليهم كلهم، كنشرملوهم. اي خضره عندكم نتوما واختيار ديالكم. انا درت هاد البروكولي الخضر، كيجي رائع، وحتى في لي فيتامين، ودرت اللوبيا والخيزو وكل شيء مهم اللي عندكم في الدار. صافي هاد الشيء هذا انا غنديرو في الاخر، كي سميتو غنديرو في البرمه في الكسكاس، يتفور، نخليها تفور، كتجي اش غنقول لكم، يا سلام. المهم البنات، بغيت نشارك معكم كي سميتها الهريسه ديال مول الزيتون، غير جربوها كتجي رائعه. صافي البنات، كنخليوه يتبخر، كتجي خفيفه والدراري كياكلو. مهمه البنات ها كيفاش كتجي في الاخر، استفدت ديك الخضره كلها، كستفتها هكذا هكذا، وديك تجي وجه حمرات. صافي جا الغدا ديالي، زعما اش غنقول لكم، جرى. مهم الغداء جا رائع وخفيف ولذيذ الصراحه، اش غنقول لكم، كنتمنى انكم تجربوه. ورفقتها بلادان فومي، زوقتها هكذا يا بيه،
المهم كتجي كيجي الغداء خفيف ورائع في هذا الصهد، ورفقتها بسلطة فخوي. نتوما ترفقوها باي حاجه، ومايونيز وصلصه موطارد كديروها معاه كترفقوها، المهم اللي كتعجبو. ايوا صافي، بالصحه والراحه، ونخليكم البنات حتى الفيديو اخر، وما تنساوش جيم يعني اللايك واشتراك وتعليق يكون محفز للقناة. وشكرا، والسلام عليكم. كن على درب التفاؤل، عيش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل، عيش حياتك بالفضائل، وابتسم للغاية.